جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله خالق وأحدنا مخلوق، وإن الله رب وأحدنا عبد، وقد يتصرف المخلوق في ملك خالقه بما لا يحب، وقد يجري من العبد مع ربه ما لا ينبغي. وقد هيأ الله عز وجل لنا من أسباب الرجوع إليه ما يستكن به المرء برحمة الله عز وجل بالفزع إلى ربه منيبا خائفا. وأعظم ذلك مقام التوبة الذي حقيقته رجوع العبد إذا أساء مع ربه سبحانه وتعالى، وثوب المخلوق إلى خالقه إذا قصر في حقه. فمقام التوبة مقام عظيم، وقد أمرنا الله عز وجل به في آيتين جامعتين اشتملتا على معان جليلة. فقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهاتان الآيتان اشتملتا على أصول ثلاثة تتعلق بالأمر بالتوبة. أحدها أن الله عز وجل خاطب به عباده بأشرف اسم لهم وهو اسم المؤمنين، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنداء بأشرف الأسماء إشارة إلى محبة المنادي لمن ناداه. يوجد هذا الفيديو في قناة مناجر في الغرباء. يوجد هذا الفيديو في قناة مناجر في الغرباء. إن الله عز وجل يحب التائبين، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنداؤه لنا بأشرف الأسماء لنا وهو اسم الإيمان إغراء بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. وثانيا أن الله عز وجل لما نادى هذا الجنس من البشر الذين هم أشرفهم رتبة وأعناهم مقاما عمم نداءه لهم جميعا، فهي توبة يؤمر بها كل واحد منهم، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فلا تتعلق التوبة بواحد منهم دون آخر، فالمؤمنون كلهم مأمورون بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن الله عز وجل علق فلاحنا عليها إذ قال في الآية الأولى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي في دنياكم وأخراكم. ثم بين أنواعا من ذلك الفلاح في قوله تعالى: يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه المعاني الجليلة المذكورة في الآيتين الشريفتين المتعلقتين بالأمر بالتوبة فيهما حظ شديد وحث عظيم على دوام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فيتوب العبد من تركه الحسنات ويتوب من فعله المعاصي، ويستغرق ذلك أحواله كلها. فإن العبد محتاج إلى التوبة إلى الله عز وجل في كل حين وآن. وقد حذرنا الله عز وجل من شؤم عاقبة عدم التوبة إليه، فقال تعالى:
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإن المقيمين على ترك حسناتهم أو مواقعة سيئاتهم ولا يتوبون إلى الله عز وجل فإنهم ظالمون. فإنهم يظلمون أنفسهم تارة ويظلمون أنفسهم وغيرهم تارة أخرى. فإذا كان ترك التوبة مشتملا على وقوع الظلم من العبد كان الأمر به أعظم وأعظم. وإذا انضم إلى ذلك تلك المعاني الجليلة المذكورة في الآيتين الآمرتين بالتوبة علم العبد قدر ما ينبغي الاعتناء به من دوام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. إذا كنت تحب الله ذا إعجاب لصفحتي لكي أرى كم عدد محبين الله تعالى. السلام عليكم. إذا كنت تحب الله ذا إعجاب لصفحتي لكي أرى كم عدد محبين الله تعالى. Please, if you are beautiful person like the page, please. Please, if you are beautiful person like the page, please.